السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم متابعين؟ يا رب تكونوا بألف خير. رح نبدأ بالصلاة على الحبيب محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم رح نعمل طبق حلو لذيذ وخفيف بمكونات بسيطة وسهلة، وهو البسبوسة. البسبوسة هي حبيبة كل الجماهير، هي أصلها حلو مصري. بنوجه تحية لأهلنا وإخواننا المصريين اللي عندهم أصل البسبوسة، بس المرة هذه أنا سقيتها بالحليب المكثف، ما سقيناهاش كالمعتاد يعني بالقطر أو بالشيرة، وعملناها كمان بدون بيض. إن شاء الله بتعجبكم، شايفين ما أحلاها كيف الحبة، حتى السميد متفتح وخفيفة وضيافة حلوة ومرتبة. قبل ما نبدأ تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا جرس التنبيهات. عشان نعمل البسبوسة راح نحتاج لكوبايتين سميد ناعم أو حبة متوسطة، كوباية لبن زبادي روب، نص كوباية زيت نباتي، وراح أحط عليهم معلقتين سمنة حيواني وكوباية سكر وعلبة قشطة، معلقتين طحينة لدهن الصينية، معلقة صغيرة بيكنج بودر، ومعلقتين فانيلا، وكوباية حليب مكثف محلى، وسمسم راح أرش على الوجه، وفستق حلبي للزينة أو جوز هند أو أي نوع من المكسرات. هنا أنا قللت الزيت النباتي وحطيت بداله تقريبا معلقتين سمنة حيوانية، وراح أدهن على الوجه هان كمان معلقة سمنة حيوانية زيادة. السكر حسب رغبتك، أنا هنحط كوباية بس ما راح أستخدم الكوباية كاملة لأن بدي أقلل السكر، نسبة السكر. راح أول حاجة أخلط المواد السائلة مع بعض، اللبن الروب أو اللبن الزبادي مع القشطة مع الزيت النباتي، راح أضربهم بالمضرب اليدوي، السلك اليدوي، راح احرك مني البسبوسة. الكل بيحبها، الجماهير كلها بتحبها وبترغبها، بتنعمل بنكهات، ممكن بالبستاشيو، ممكن بالزعفران، ممكن بالهيل، حطينا الفانيلا، حطينا القشطة، وبنضرب بالمضرب اليدوي. وسرت شوي احط من السميد واضربها، راح تتماسك شوية معاي، اذا لقيتها تماسكت ضيفي شوية لبن روب او لبن زبادي. انا السكر هين زي ما شفته حبة السكر اقلل نسبته لانه حسقيها بالحليب المكثف، كمان الحليب المكثف عليه سكر. هنحطيت تقريبا نص ونص معلقة بيكنج بودر، يعني تقريبا معلقة صغيرة بيكنج بودر، لقيتها تماسكت حطيت شوية من القشطة زدت عليها او اللبن الزبادي، ضفت شوية من السكر، يعني ما كملتش تقريبا نص الكوباية تقريبا حطيتها، وحطيت معلقتين السمنة الحيواني علشان قللت من الزيت. نحرك منيح عشان نتأكد البيكنج بودر انسجم مع المقادير، كلها انسجمت مع بعض ما فيش كتل. غطيتها وحميت الفرن على درجة متوسطة. راح أبدأ أدهن أي جات أنت حجم بتحبيه يكون مناسب. أنا هان حطيت البايركس المدور، ممكن صينية ألمنيوم، ممكن تيفال أو جرانيت اللي متوفر عندك أو المستطيل. دهنتها كويس بالطحينة على بال ما ترتاح معي العجينة وعلى بال الفرن ما يتحمى. راح أدير الخلطة كلها منيح. بذكركم بالاشتراك في قناتي وتفعلوا جرس التنبيهات علشان توصلكم الفيديوهات الجديدة. راح امدها كويس بواسطة المعلقة، ممكن تبلي ايدك، ممكن تبليها وتسهمديها في الايد. هذه الحركة حركة المحلات البسبوسة، انك تهزيها شوية بس مش تكسريها، يكون في تحتها قطعة قطنية او فوطة، وبتهزيها هيك خبطتين كده يمين خبطتين شمال، وبنرش هلأ السمسم. حبيت أرش السمسم، شايفين ما أحلاها، مع الخبطة اتسهمدت أكتر عشان تكون متساوية ومنتظمة. راح أحطها على الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي بتكون مولع من تحت، وعلى الشبكة العلوية ما تكونش ملاصقة للنار، خلينا ننتبه علشان ما تحترقش. راح تاخد معي تقريبا 10 دقايق لربع ساعة.
هلا راح اجيب الحليب المكثف وراح احطه في غلاية بحمام ماء، وححط معاه نص كوباية سكر مطحون بودرة. راح احطه على حمام مائي، يعني في كسرولة فيها مية علشان الحليب بيتحرق، وراح احرك فترة ما تتخبز البسبوسة بيكون هو ايش سخن. شايفين حضلني احرك علشان ما يكتول السكر مع الحليب. الحليب المكثف ممكن تعمليه في البيت بطريقة بسيطة وسهلة. هان حطيت الفستق الحلبي. الزينة يا جماعة انا قلت لكم ممكن تزينيها بجوز الهند، باللوز، بالفستق السوداني. انا هان عندي متوفر فستق حلبي، طحنته بالمكسر. هانا هايها اتحمرت، راح اخدها لون من فوق. هلا حولع النار من فوق تكون متحمرة اللون اللي بتحبيه. انا حبيت اللون هذا، في ناس بتحبها اغمق تكون شوية. هلا وهي سخنة والحليب سخن راح ابدأ ايش اسقيها. بس قبل ما اسقيها راح ادهن وجهها معلقة سمنة حيوانية عشان تعطيك ريحة السمنة البلدي وريحة البسبوسة اللي بالسمنة البلدي. تمام، راح نوزعها كويس هيك تسقسق تبقى مسقسقة. بعد 10 دقايق ربع ساعة راح يمتص، راح تلاقيها امتصها كل شوي، راح تلاقيها امتصها. ممكن يعمل لك طبقة هيك بيضة حلوة شكلها يعني حلو، والريحة والطعم كتير كتير حلو. لما تبرد حزينها بالفستق الحلبي او الزينة المتوفرة عندك. ممكن تلاقيها شربات وممكن شوية ما تشربش يعني، بس حيبين على الوجه. شايفين ما أحلاها، كتير حلوة وشكلها مرتب ومنظمة. هلأ رح نعمل فنجان القهوة ونجربها ونشوف كيف طلعت معانا. تقدر لاستقبال ضيوفك، لقعدة صبحية، طبق حلو مميز. يعني عن جد يسلموا اللي اخترع البسبوسة. كل التحية. بدنا نشوف في التعليقات لإخواننا المصريين وأهلنا المصريين. هي رفعنا قطعة، شايفين ما أحلام كيف متماسكة، وحبات السميد حلوة. شرب المكونات كلها مع بعضها، نجرب نقطع قطعة ونشوف. شايفين كيف رائعة، كتير كتير مرتبة وطيبة. جربوها ان شاء الله بتعجبكم، وهيك بنشرب احلى فنجان قهوة مع احلى بسبوسة. يعطيكم الف الف عافية وشكرا على المتابعة.